النشرة الرئيسية من تلفزيون الأجواء. مشاهدينا أهلا بكم إلى العناوين. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يؤكد أن العلاقات مع فرنسا تشهد انفراجا. وسيط الجمهورية إبراهيم مراد يصرح أن الجزائر ستشهد ديناميكية اقتصادية حقيقية سنة 2022. وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان يكشف عن الاهتمام بالمجلس الوطني للبحث العلمي لترقية البحث الوطني. وزارة التجارة تكشف عن إمكانية تنظيم معرض تجاري مشترك بين الجزائر وتركيا. رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي يشيد بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك. دولياً، منظمة الصحة العالمية تكشف عن ظروف مثالية لظهور متحور جديد من كورونا. عودة إلى التفاصيل، أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لقاءً دورياً مع ممثلي الصحافة الوطنية سهرة أمس الثلاثاء، تناول فيه العديد من ملفات الساعة وقضايا وطنية وإقليمية وكذا دولية أخرى، لا سيما العلاقات الجزائرية الفرنسية وكذا حرية التعبير في الجزائر، بالإضافة إلى التنمية في بعض الولايات والاقتصاد الوطني وكذا الندرة التي تشهدها المنتجات الغذائية في السوق الوطنية. وفي رده على سؤال حول طبيعة العلاقة الحالية مع فرنسا بعد تلقيه مؤخرا لمكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال رئيس الجمهورية إن العلاقات بين البلدين بدأت تعرف انفراجا، والجزائر بلد لا يمكن أبدا تجاهله في إفريقيا. قال وسيط الجمهورية إبراهيم مراد أن الجزائر ستشهد ديناميكية اقتصادية حقيقية سنة 2022 بفضل مجموعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لإعادة بعد 915 مشروعاً متوقفاً تم إحصاؤها وطنياً. وأشار مراد في تصريحات خلال لقاء مع المستثمرين والسلطات المحلية بولاية البويرة إلى أهمية الجهود التي بذلتها السلطات العمومية لبعث الاقتصاد الوطني من خلال سلسلة الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية، والتي ترتكز بشكل أساسي على رفع العراقيل المتعلقة بمختلف المشاريع الاستثمارية العالقة بهدف تعزيز الإنتاجية وخلق الثروة. كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زياد أن المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات جاء تجسيدا لرغبة السلطات العمومية في إعادة بحث السياسة الوطنية. وأضاف الوزير بن زياد خلال مناقشة مشروع القانون الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيله وكذا تنظيمه، أن هذا المجلس جاء تجسيدا لرغبة السلطات العمومية في إعادة بحث السياسة الوطنية الرامية لتعزيز أسس الاقتصاد الوطني وترقية المجتمع، بالإضافة كذلك إلى أعلى مكانة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكذا دعم الاستثمار في المعارف والمهارات والتطبيقات التكنولوجية. كشفت وزارة التجارة عن إمكانية تنظيم معرض تجاري مشترك بين الجزائر وتركيا، وهذا من خلال التوقيع على اتفاقية تهدف إلى رفع المبادلات التجارية البينية وفتح المجال أمام تسويق المنتجات والسلع. وجاء هذا خلال استقبال زيغ لسفيرة تركيا، حيث تباحث الطرفان آليات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية حسب ما أفاد به بيان للوزارة. أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك. وفي بيان للبرلمان العربي، فقد أكد رئيسه أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شهدت مسيرة تنموية شاملة في مختلف المجالات، وهذا مما عزز موقعها الحيوي في الوطن العربي، والتي تأتي في إطار بناء الجزائر جديدة قوية آمنة وتحقيق ما يصب إليه الشعب الجزائري من أمال وتطلعات. أمنياً، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بالحراشة من الإطاحة بشبكة إجرامية تحترف تخزين نقل والاتجار الغير الشرعي في المؤثرات العقلية في إطار منظم، على إثر معلومات استغلتها ذات المصالح عن تواجد شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية على مستوى أحد أحياء بجراحة، بالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة إقليمياً. أسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمالهم
أنفسهم بين 30 و 55 سنة مسبوقين قضائيا ينحدرون من ولاية الجزائر مع حجز 15795 كبسولة من المؤثرات العقلية، مبلغ مالي يقدر ب 444 ألف دينار جزائري من عائدات الترويج، مركبة سياحية ودراجة نارية يتم استعمالهما في نقل وبيع هذه السموم، 4 هواتف نقالة. وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا. يشتكي كل من التجار والمارين على مستوى سوق الجملة بحي زحاف وسط مدينة جلفة منذ مدة من وجود بعلوعات تصريف مياه الأمطار في قلب مفتوح بدون غطاء، مشكلة خطرا عموميا على أمن وسلامة المواطنين الذين لم يجدوا استجابة من طرف رئيس البلدية الذي رفض أيضا الرد على قناة الأجواء للزميلة رضوان غالمي. بالنسبة للناس اللي نقص الرؤية في الليل اللي يجي ولا حاجة يقدر يطيح فيها نورمال، سوقت عليها الجملة قدام قدام، كان أحيانا احنا يتم تحط فيها بالطنوبيل ما تشوفهاش ولا تحط فيها بالطنوبيل، كنا هيك نقولوا تحصل في واحد جاي فيها تمسك تحط معاه براك تدخل في وسطها قدام، هو رئيس البلدية نورمال يهتم بالصوالح كما هذا، نورمال يدور في البلاد ويشوف الحوايج اللي خاطر نورمال يخدمها نورمال، الحمد لله تاويل كاين. السوق راه قدام السوق نتاع القرو تاع الولاية تاع السوق الكبير تاع الولاية راه قدامه، وهذا الطريق راه دخل الولاية هذه، هذا راه ثم راه باب الجزائر منه هذا، هذا راه الطريق تاع الجزائر دخل، سبب ازدحام هنايا تاع السيارات من اللي خدموا هذا اللي يقودوا خلاوها في المركز الشغل ما خدموها ما داروا، هذا سبب سيركلاسيون في البلاد هنا ديك نهار جيت داخل والله طاحت لي بها الروضه تاع الجالي هذيك كفرنا عليها انا دخلت في الطرق وشي لازم نسيت الطريق راك تشوف هاي روما ما هي ما هي روما ما هي ما هي قصبة الدياري ما هي هذا الطريق تسكر ما كانش يفوت منها لا يتين غير هو المكان اللي خدموا فيها ما داروا لهاش شخروا قارات ما هي به الميعود في سوق المطر تسكر هنايا دير الفلوكه هنا يمشي عادي قايتين امشي هنا غايتين ما يعقبش كاع اللي بكرعيه لا بالكاروسه ما عرس المهم مزال زين سبب دخل جا واحد من السياره دخل فيها طرق كما هذا بقى سبب حادث هنا نطلبوا ان شاء الله من السلطات يجي يخسروا هذا المشكل تاع هذا راه فست الطريق يشوفوا كيف يديروا هذا يديروا هذا تابع التطوار يديروا لها يسكروها بمقطه صحيحه راه دايره مشكله دايره فزنش. نشد قرابة 94 فلاحا ببلدية ترشيقة بولاية يرد بتدخل السلطات الولائية لمنحهم قطعهم الأرضية للمباشرة بالعمل الفلاحي كون أن انتظارهم طال ل 15 سنة. من جهته كشف الرئيس البلدية عن قرب موعد توزيع القطع الأرضية المخصصة للفلاحة وهي بين أيدي مكتب الدراسات. لوز محمد أمين. طالب العشرات من الشباب المستفيد من مشاريع الاستثمار الفلاحي بمنطقة أم الزبوج ببلدية الشيقة بتدخل السلطات الولائية وعلى رأسهم والي الولاية لتنصيبهم بقطعهم الأرضية والانطلاق بالعمل الفلاحي، خاصة وأن المشروع كلف خزينة الدولة الملايير. أخويا احنا رانا ناس فلاحة رانا كل مرة نكرو على واحد ورانا مقبلنا ورانا خارجين في هذا الليستة ونطلبوا منكم تخزروا فينا ماذا بكم ماذا بكم تقسمونا في هذا بهذه الارض قسموها علينا رانا الناس مقبولين وعم مستفيدين من هذا المشروع. المشروع هذا راه من 2001 جاهز كما راك تشوف فيه هيك ياك هي في 2013 جاوا باه يحدوا لنا باه يقسموا علينا هذا المشروع من 2013 حتى هذه الساعه اللي رانا فيها مازال ما ظهر لنا حتى شيء. تخريب وسرقة المعدات المراد استغلالها بالاستثمار الفلاحي سببه تماطل السلطات في منحها قطع أراضي لمستحقيها ما دفع بالمستفيدين للاحتجاج. نطالب برخص الاستغلال لهذا المشروع وبداية الأشغال. مشروع كما هذا ما يخلوش يقعد ضايع. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. احنا راهي البلاد نتاعنا هذه 7000 ولا 8000 قطار راهي قاعدة بور ضايعة. من جد لجد مازال ما استفادوش منها اولادنا راهم كاريين وكل بلاصه حنا نطالبوا من الوالي ونطالبوا من السلطات ينصبوا اولادنا ويقسموا الارض هذه على الشعب باه تستفاد الناس منها راهي الناس مقبونه هنا راهي ما هنا شبع علينا في المنطقه هذه نتاع الشاقه هنايا
وراي باغيين هذه المنطقه تاع مزبول وتاع ليزيرف فيها الماء خير ربي. سمعت؟ وراه ساعوي يسولوا عليها واحد من بعيد ما نعرفوهش كاع. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا مجموعه تاع 94 واحد اللي مستفادين من قطاع الاراضي تاع 5 قطارات تاع مزبوش، وراه هذا المشروع راه من 2001 مازال معرقلين عليه ومازال خصنا الميري نصبنا. راه متعرضين عليه المشروع من 2001، تقسم زوج مشاريع، واحد راهم يخدموا فيه تاع العشر قطارات تقسموا في وقت واحد، وحنا مشروعنا راه معرقه من 2001 ولا 2002. مستفيدين في 15 سنه وما شفنا والو، حنا نحوسوا على التنصيب. سياده الواري حنا نطالب بالتنصيب. نظم العشرات من أصحاب ملفات سكنات التنقيط بوهران أمس وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر دائرة وهران لمطالبة السلطات المحلية بالكشف عن مصير قائمة الطعون والتي حسبهم يترقبون الفصل فيها منذ شهر سبتمبر. شرق يوسف التفاصيل. راني نطلب من السيد الوالي راك تسمح فينا يا احنا اصحاب الركور، رانا برا يا رطوبة صاحبتنا يا ما عناش ردونا، انا من 92 من 72 راني الركور تاعي 96 كامل. السلام عليكم، حنايا اصحاب الطعون ملفات التنقيط تاع وهران، حنا رانا خرجت الليسته من سبتمبر تاع المقصيين، حطينا لي ركور تاعنا من سبتمبر، راه لحد الان رانا في 6 شهور. وين ما نروحوا روحوا للولايه يقولنا روحوا لا دايره، كي يجوا لا دايره يقولوا لنا راهم في الولايه راهم يتلاعبوا علينا. ما كان حتى واحد اللي خرج وصرح وقالنا اسكو كاينه ليسه تاع الطعون ولا ما كايناش، يقولوا لنا غير روحوا دوك يجيكوا في الفيسبوك وفيسبوك. حنا رانا مخليين ديارنا، رانا مخليين وليداتنا، رانا هاملينهم، رانا هابلين كل شيء، البيت تاعنا غير السكنه. انا عندي غير زوج هضرات غادي نهضر ما نكثرش الهضره، وهذيك وتا تا 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 بطن لي زونسيان دوسي علاش تقساو؟ راه ما عندهم كلي عندهم 40 عام، كلي عندهم 35 عام، كلي عندهم 30 عام. هو عطانا عهد النهار الاول قال باللي كاع لي زونسيان نعطيهم قدام الشعب الجزائري، وراه كاع شاهدين قال باللي لي زونسيان نبدا بلي زونسيان ونطلع. قصانا كاع حنا غير الكبار اللي قصانا، حنا وين غادي نروحوا؟ ما يعطونا تاع اديال، ما يعطوناش لاج، ما يعطوناش اديال. تحيي الملف، هاي تحيي الملف ما فهمتهاش انا كيفاش تحيي الملف. درنا رانا ب 35 عام ولا 40 عام وحنا الملف تمشى 40 عام 40 عام رانا تمشى. رحنا لوبيجي درنا الملف. هذه الرساله مهداه اليك يا سيد الوالي المحترم لولايه وهران مع رئيس دائره لولايه وهران. انا نمثل احد مواطنين اهل الطعون، ليكون في العلم لحد الآن معظم أهل الطعون حوالي 8000 ملف لحد الآن كلها باعت بفشل ولا إيجابيات. نحن الشعب الوهراني اللي راه بحاجة للمسكن عندنا الطعون لحد الآن ما درستش، كثرت علينا الإشاعات، هناك نوعين من الإشاعات، إشاعة هدامة وإشاعة بناءة. نحوسوا حنا المسكن، نحوسوا نلفت انتباهنا لهذا الخصوصيين. نظم ممثلون عن قرابة 3000 مستفيد من عقود الإدماج المهني في القطاع الاقتصادي الخاص والعمومي بولاية خنشلة على غرار نظرائهم عبر باقي ولاية الوطن وقفة احتجاجية أمام مدخل مقر الولاية للتعبير عن رفضهم المطلق للقرار الوزاري المشترك الأخير. عمر عمري والتفاصيل. الخواص غاضبون، الخواص غاضبون، للوضعية رافضون، للوضعية رافضون، للإدماج مطالبون، للإدماج مطالبون. يا والي اسمع لينا، يا والي اسمع لينا، أين حقي في العمل، أين حقي في العمل، أين حقي في التوظيف، أين حقي في التوظيف. نحن عمال الإدماج المهني للقطاع الاقتصادي الخاص نحن لولاية خنشلة، نحن في وقفة احتجاجية سلمية للقرارات التعسفية اللي في يعني جت ضدنا. قرار رئيس الجمهورية رقم المرسوم التنفيذي رقم 19336، هذا القرار ما استثناش القطاع الخاص، رئيس الجمهورية قال يدمج الجميع، لكن احنا نصادموا بعد نلقاو حنايا اللي خدامين عند الخواص يعني يقول لك ما كنتش معنيين بالمرسوم. علاه مانيش معنيه بالمرسوم؟ قال لك اصحاب شهادات. انا اولا اني عندي شهاده جامعيه، رانا احنا كل اصحاب شهادات وكفاءات عليا. هو قرار من رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون كان قال لهم يدمج الجميع،
الجميع يثمر، لكن بدون استثناء، لكن نتصدموا من بعد نلقاو فئة دمجت وفئة قالوا لهم روحوا ربي يعاونكم. لقينا أرواحنا اليوم مجبرين أمام خيارين، يا إما عقد السيتية واللي هو عقد محدد المدة بعد عامين وثلاث سنوات وتحال إلى البطالة، وإما إجبار المستخدم بتحمل أعباء المدمن الشخص المدمن. لذا نحن نطالب سيادة ولي ولاية خنشلة أولا كمسؤول أول على ولاية خنشلة، ونطالب ثانيا وزير العمل بالتدخل في مثل هذه القرارات التعسفية التي صدرت دون وجه حق في أصحاب شهادات وحامل الشهادات. سكان مجلس شكاكطة بلدية تستان أحدادة ولاية ميلا يطالبون بالعيش الكريم الذين يفتقرون إلى أدنى ضروريات الحياة وخاصة المياه الشروبة. عيد الساسي يقول: تعا هنا عندنا منطقة تعا المجاهدين، كانوا مجاهدين هنا سبيطار كان هاو منه أو في الجهة ديك منه تولي العين منه جهة العين سبيطار كان ثم، يعني على كل حال ما محتاجين في الحوايج بزاف، يعني حوايج بزاف محتاجينهم، يعني ما ولا الطريق والماء هادو يسمهم الأساس والغاز، الطريق والماء والغاز. على بالك ما عندنا هنا والو، لا طريق لا ما لا والو. المسؤولين حكينا ما كان حتى واحد يجيو، بصح ما كان والو، ما كان والو يعني ما كان حتى شيء، ما كيجيوش بالك في العام يجيو واحد الخطره ما تمازيش يوليو طول، والله ما جاش كيف كيف، ما كانش تما ما كان والو. قالوا لنا ممنوع تشربوا، كتبوا لنا البلاكات تما ممنوع تشربوا الشرب من العين هذه حتى نديروا لها حل ونخدموها. من هذيك مازالش دوروا ليها وخلاونا قعدنا هكذاك، صبرنا 6 شهور منين لقيناه ما جيناش سوقنا ولينا نشربوا منها كي بكري. هذا صحيح، من عسني من العين نشرب منها. انت على بالك علاش كاين مريضه مليح ما مليح، معليش بصح لا ما وليتش ليها ما نشربش انا، لازمني نشرب. وانا بالك راني في 11 سنه والطفل خويا بالك في 7 سنين ولا 8، ما كانش جاش هذا زيد مير دوزيام قالوا المهم روح بربي ان شاء الله ما تزيد تجي ما والو، يعني متهني في العام الاول من هذيك الشيخ تانا بابا ما زادش ولا والله لليوم للساعه الحاضره، الا ديناها وكتشوف والا ما ديناش وكتشوف فوق الشيء هذا ما زين ندير والو. وقلنا لهم مدوا الواحد منا، ما تمدوناش حنا في 10 في الدار، مدونا ب10، مدوا الواحد منا لموا بعضنا من المساكنين، الضيق ديال بقرمود كيقطروا تراسنا كصب الشتاء، تراس كيحط دباسينا حداه والنيلو، لموا بعضنا من المساكنين والموتى كاينه وسكن وبلاكين وبربي العالمين ويرزق ويعطينا. احتج صباحة أمس عشرات الأساتذة المنخرطون في نقابة كنابست أمام مقر مديرية التربية بولاية غردايا تحسبا للأوضاع المزرية في الولاية، كما طالبوا بعدة مطالب من بينها رفع التضييق على الأساتذة من طرف بعض المدراء. التغطية للزميل فوزي حاج قويتر. اليوم تلبية لنداء المجلس الولائي لنقابة كنابست ولاية غردايا اجتمع السادة الأساتذة أمام مديرية التربية في اعتصام منددين بالتعسفات والإهانة التي تعرض إليها بعض الزملاء على مستوى المؤسسة التربوية وعلى غرار ما وقع في متوسطة النمرات بغردايا. وعليه نحن نندد بشدة ونستنكر كل التصرفات اللامسؤولة من بعض الفاعلين في التربية، إذ نحمل السيد مدير التربية المسؤولية الكاملة في عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هؤلاء وإرجاع الأمور إلى نصابها. والسلام عليكم. نحن مكتب أساتذة مدرسة غردايا ننظم هذه الوقفة الاحتجاجية بكثير من المطالب والقضايا العالقة التي تتطلب يعني مراجعة من مدير التربية، رغم تقدمها في بعض الجوانب المالية إلا أن بعض السلوكات والممارسات نتمنى أن تسوى وتقف عندها المديرية، والعلاقة بيننا وبين المديرية علاقة تكامل وتواصل، لأن الأستاذ ينبغي أن يكون في أريحية من أمره إن شاء الله. يشتكي أصحاب السيارات النقل الحضري بالتدخل العاجل والسريع للجهات المعنية وتسوية الطريق العابرة على السكة الحديدية ب100,000 مسكن ببسكرة. التفاصيل أكثر مع نكاز صابر ومصطفى شتح. كانوا ياسر من طريق هذه والباساج هذا خويا ولا قبال هذه اللي هنا مقابل الباطيمات
ورانا نعانوا حنا سيرتو حنا الحضاري بعد رانا نعانوا منها ياسر راسي لا سيسبونسيون تاعنا كل شهرين ثلاث شهور رانا نعاودوها والبياس والريح راح يزيد يغلى ماذا بكم ديروا لنا حل اخويا الشيء هذه ماذا سيارة تجرى ماذا بينا هنا حوالينا السكة هذه راه ماتوا فيها عباد طوموبيلات تهرست اظنك راكب فوق عودة صح كي تفوت عليها السكة مش طوموبيل نورمالمون ينحوها منا من البلاد قوم بها الصباح قدام واحد انا صرات لي فوت منا والماشينة جاية ما على باليش ما يشوف مية مش محمية ما كانش نطلع كاروات على البرد انا نطلع كاروات يوصل السكة الماشينة حلايا ما سمعتهاش على الستة تاع الصباح يعني قادر تهبدك يا قريب تقتلني مش قادر انا واحد من الناس منعت كيما نقولوا شعرة برك منها نطلبوا منهم ينحوا لنا طول من السكة راهي شوف اخذ الطوموبيلات كيفاش راهي الطوموبيل تحبس خلاص تبرك كأنك طالع أكثر من دودانة الله يسمح الدودانة شوف سكة تبري طالع شوف طنوبيلات سيسبونسيون كان طنوبيلات رابوا طاحوا هنا حسنا جبدوهم من طريق كارتيري خليه لهنا كارتيري خليه هنا شوف ابن عم شوف الناس كامل مرمدة في هالبلاصة لعبنا سنين وحنا نعانوا منها موش قال لنا سنين راهي سنين لا عساس لا والو ترى من هنا مسكين يجي سوني يجي سوني أزكى وزهره صادي بو يعني نعانوا فيها هذه ياسر عندها مدة احنا نعانوا لهنا هاك تشوف بروبلام خويا انا واحد من الناس ساعات كنهز كليون ناخذ التاكسي حضاري كنهز كليون كيقول لي بار اكزومبل حي بن طالب ها هو حي بن طالب دير تحويطه كبيره باش يجي لحي بن طالب هذا ما جيتش منا انا علاش نسكها راهي في القطي طوموبيل اخويا كرهنا عانينا ولا غا عانينا ماذا بينا نطلبوا من مسؤولين يشوفوا ينظموا لنا الحاله هذه. دوليا كشفت منظمة الصحة العالمية أن إمكانيات السيطرة على جائحة كوفيد 19 هذا العام باتت في خطر فيما تتخلص العديد من الدول تدريجيا من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوباء الذي طغى على العالم لأكثر من عامين. وقال المدير العام للمنظمة دروس إن فرصة السيطرة على الوباء بحلول نهاية السنة الحالية ما زالت موجودة لكن ثمة خطر متزايد في أن العالم على وشك تضييع هذه الفرصة. نهاية النشرة وهذا أبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يؤكد أن العلاقات مع فرنسا تشهد انفراجا. وسيط الجمهورية إبراهيم مراد يصرح أن الجزائر ستشهد ديناميكية اقتصادية حقيقية سنة 2022. وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان يكشف عن الاهتمام بالمجلس الوطني للبحث العلمي لترقية البحث الوطني. وزارة التجارة تكشف عن إمكانية تنظيم معرض تجاري مشترك بين الجزائر وتركيا. رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي يشيد بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك. دوليا منظمة الصحة العالمية تكشف عن ظروف مثالية لظهور متحور جديد من كورونا. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة دمتم في رعاية الله وحفظه.